في بداية الحلقة كنا بنتكلم مع حضراتكم عن القافلة التنموية ستر وعافية 2 اللي بيعملها أو اللي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مركز كفر شبين بمحافظة القليوبية، وأهمية العمل الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني للتضافر أو في التضافر لخدمة الأسر الأولى بالرعاية. اللي بيحصل في القليوبية هو ده اللي هنتابعه من خلال هذا التقرير. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق قافلة ستر وعافية 2 بمركز كفر شبين بمحافظة القليوبية، وشارك فيها 13 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، كما ساهم في تنظيم القافلة ما يقرب من 2000 متطوع وتنفيذي من مؤسسات التحالف الوطني. استهدفت القافلة تقديم خدمات لنحو 10,000 مستفيد، وذلك من خلال تنفيذ حزمة متنوعة من المبادرات الاجتماعية بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية. وتنوعت الخدمات المقدمة بالمجان للمواطنين لتشمل توزيع سلع غذائية ولحوم مجمدة ومستلزمات مدرسية، بالإضافة إلى تنظيم معرض ملابس، وكذلك تقديم قوافل صحية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والعلاجية وتوفيرها بشكل مجاني للأسر الأولى بالرعاية. وشملت القافلة تقديم مبادرات توعوية بهدف رفع الوعي عند الأسر الأولى بالرعاية في بعض القضايا الهامة، مثل التوعية للوقاية ضد أمراض سرطان الثدي، والتوعية بشأن الصحة الإنجابية للأسرة، والتوعية لذوي الاحتياجات الخاصة. كذلك تمت إقامة كرنفال للأطفال من فقرات متنوعة ومسرح للعرائس وغيرها من الأنشطة المخصصة للأطفال. ويأتي تنفيذ قوافل ستر وعافية وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف الوطني، والتي تم وضعها لتقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية بهدف تخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وأيضاً المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.